أنا ماري منيب، والنهاردة هتعرفوا عني حاجات أول مرة هتسمعوها. أنا اتولدت سنة 1905 في بيروت لأسرة مسيحية، وبعد سنين عشتها هناك جيت على مصر علشان أشتغل في الفن. وأول ما بدأت اشتغلت كراقصة ومغنية في الملاهي الليلية، وبعد شوية دخلت مجال التمثيل بس على المسرح. وفي يوم وأنا مسافرة بالقطر مع الفرقة قابلت فوزي منيب، ومن أول نظرة حبينا بعض، وبعد 5 دقايق اتجوزنا في القطر. ولما رجعت ووالدتي عرفت زعلت مني جدا وصممت إني أتطلق، بس أنا طبعا رفضت. ما كنتش عارفة وقتها ايه اللي مخبيه عليا فوزي منيب. اصلا انا بعد ما خلفت ولدين اكتشفت انه متجوز زميلتي في السر، فرحت له طبعا وطلبت الطلاق. وبعد ما اتطلقت انطلقت بقى في عالم السينما، واتشهرت بطريقه كلامي ونبره صوتي اللي مفيش زيها ابدا. ومرت السنين، وفي يوم من الايام صحيت على خبر مؤلم جدا، وهو خبر وفاه اختي الوحيده، وبعدها مكالمه من جوزها المسلم بيترجاني اتجوزه علشان اربي الولاد. وانا طبعا وافقت، وبعدت كمان عن التمثيل فتره علشان اقوم بدوري في التربيه على اكمل وجه. بس في أثناء الفترة دي حصل لي تحول كبير جدا. زي ما قلت لكم أنا جوزي كان مسلم، ودايما كان هو وحماتي مشغلين القرآن، ومع الوقت بدأت أنتبه وأحفظ الآيات والسور وأبقى كمان عايزة أصلي زيهم. وعلشان كده أعلنت إسلامي وسميت نفسي أمينة عبد السلام. وعلى فكرة أنا أبقى جدة المطرب المشهور عامر منيب. قولولي في التعليقات كنتوا تعرفوا عني المعلومات دي، وما تنسوش تعملولي لايك وشير.